مباراة بريستو أمام مان سيتي في إطار سيتي برونشوت كرة قوية سيتي غوارديولا محرز يوم الكرة يرجعها الوراء من خلال فيليب دي بروين محرز وفي إلى رانيا العنكبوت الأرجنتيني خوليان ألفاريز كرة للسلام انطلاقة سريعة لصاحب الجمهور بيل تلقسم بيل بعد أن تعادل مع السيتي شوف هذا كرة هنا العثرة اللي وقع فيها المدافع تلق بيل وسان للفوز باللقب الفودن ينطلق كي ينقل كرة أقصى اليمين عند الفنان رياض روين ترجع للرياض عرضية من رياض شوفوها الكرة شوفوا وين بدات مانشينو الجزائري روين ترجع للريو الريو بلمسة واحدة فوتين غوارديولا اللي فاز باللقب مرسى مع البايرن ميونخ لم يتم فالقادر ان يتوج بهذه البطولة كرة تنقل منطقة فالكرة من جهة فريق بريستول يلعب بالشجاعة كرة مع انطلاقة سريعة يتقدم سكوت الخطير سكوت تيجا هذا الاسم اللاتينية ويعني نبات اسم لنبات ساندا برناردو شوف الطق والصبي داير كابتن دي براين دي براين دي براين يا ناني تبقى خطيره تصل الريو على الطاير خلاص شوف الطق من لاعبي السيتي كوره هشمه سريعه في مره اولى ناني ترتد تمرير الفودين على الطاير في المرمى الريو هذه الكره مرفوعه يا ثاني فريق السيتي والثالث يستلم ريال معاه يبدل اللعب باتجاه دي براين بلجيكي ينطلق الان مرمى الحارس سوليري حارس كوره مررها يسار اللاعب الوحيد بدل اللعب بشكل ممتاز لمسه ممتازه من الفريق انطلاقه سريعه ممكن ثاني الثاني قايم يسدد بقوه كان الكوره لبرا فودين في العمق والان دي براين في البوكس في الفودين وحاسب رجع كوره لوراء دي نقلات للسيتي سيتي الممتع شوفوا المثلثات المربعه شوفوا بلمسه واحده لكن كوره نشي للوراء لدياش شكرا مهند امام عوده من جديد شون جيت والشوط الثاني بريستول سيتي امام مان سيتي الدور الخامس فيليبس اش لأكي مرر هنا الانطلاق الان فودين عرضية الكرة مرة ستغيب لمسة الأخيرة في المرة يقدم كرة سانحة كما لو كان الواحد يونية سيمفون هذه انطلاقة فودين مرر دي بروين الرايو عرضية فايمن تقطع كرة تسترجعها فودين ينطلق كيفن دي بروين مرر الاستلام الفارس سامبيل ويليامز ياس كرة عرضية خطيرة فريق شجاع شوفوا اللقطة هذه متابعة رفع الكرة من فايمن كريلس عند دي بروين اوكي حتى ممكن كوره من فارس والهدف سيتي الفريق الرائع صحيح سيتي بسيمفونية الابداع يحسم المباراة بكوره من اكي ناس احسمها في الفوتين فريق بريستول نلعب اخر 14 على نهاية الوقت الرسمي يتقدم من جمهورية ايرلندا للزملاء الكرة ضاعت كرة الخارج بير على لقب الدوري مع ارسنال تشامبيونز ليج يسعى للبلوغ ربع نهائي هذا كريلش عرض تدخل من اولير الشمر هذا شكريلش كنترول واحد هنا المرور وعرضيه بفعل السيتي من اول مره منذ عام 74 دي براين والثاني دي براين العبقري فريق السيتي دي براين كما لو كان يلعب ركله جزاء كما لو كان في تصل الوراء للفاينر سكايز يستلم